نتحول إلى السعودية، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما خص بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية بدءا من اليوم. قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الداخلية اشترطت على المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة أن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس، مع إجراء فحص يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ومن الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي منيف عماش الحربي. بداية بعد التحية فندم، يعني لماذا تم الانتهاء بالعمل بالإجراءات الاحترازية الآن؟ طبعا من البداية كانت الإجراءات السعودية إذا لاحظناها من بداية انتشار كورونا قائمة على وجود لجنة عليا وتم تشكيلها، وهي المعنية مباشرة باتخاذ هذه الإجراءات، سواء كان في السابق فيما يخص إجراءات العمرة أو إجراءات الحج. فبالتالي هذه اللجنة متمرسة ولديها معلومات متكاملة. أستاذ منيف حضرتك معنا؟ طيب، حتى يعود مرة أخرى أستاذ منيف عماش الحربي المحلل السياسي، فالخبر الذي كنا نتحدث معه عنه هو تصريح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عن انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر منافذ برية وبحرية بدءا من اليوم. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الداخلية شرطت على المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوم خارج الدولة المنتشر بها الفيروس، مع إجراء فحص يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. عاد إلينا مرة أخرى من الرياض المحلل السياسي منيف عماش الحربي. حضرتك كنت بتكلم مع حضرتك على أسباب انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية في هذا التوقيت. طبعا مثل ما ذكرت سابقا، هناك لجنة عليا تشكلت منذ بداية عام 2020 منذ انتشار فيروس كورونا. هذه اللجنة هي المعنية باتخاذ الإجراء بناء على المعلومات والتحليلات التي تصلها، وتلاحظ في الفترة السابقة فيما يخص الحج، فيما يخص العمرة، فيما يخص الإجراءات الاحترازية، هذه اللجنة هي المعنية بشكل مباشر، هي من قامت أيضا بإعطاء الإرشادات في موضوع التدرج بموضوع العمرة على ثلاثة مراحل. فبالتالي هذه اللجنة ارتأت أنه الآن أصبح من المناسب رفع هذه الإجراءات الاحترازية اللي تم تطبيقها حديثا أيضا من قبل 10 أيام. فبالتالي هذه اللجنة لديها المعلومات الكاملة وهي أستاذ منيف عماش الحربي. يبدو أننا فقدنا الاتصال به مرة أخرى، لكن على كافة الأحوال يعني هو كان يتحدث إلينا عن أن انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية وبالتأكيد بناء على بيانات تابعة لوزارة الصحة التي تقرر بالتأكيد متى يتم الانتهاء بالعمل بهذه الإجراءات الاحترازية ومتى من المفترض أن تكون. انضم إلينا مرة أخرى الأستاذ منيف. وضحت النقطة دلوقتي أستاذ منيف عن أسباب انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية، لكن بما أننا نتحدث عن أن هناك اشتراطات على المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا بأن يكونوا لمدة 14 يوم في بلد يعني تعتبر وسط قبل الدخول إلى المملكة، وهناك دول أخرى من الممكن أن تحددها وزارة الصحة، هل تم الإعلان عن هذه الدول الأخرى التي ستحددها وزارة الصحة؟ أستاذ منيف عموما مشاهدينا الكرام، بالتأكيد ما زال الحديث مستمر دائما عن فيروس كورونا والإجراءات المتخذة والمتبعة في كل دول العالم، كل دولة على حسب الإحصائيات والبيانات التي تأتي إليها، كل دولة لها إجراءات احترازية خاصة بها، لكن الكل يريد الخروج من هذا الفيروس بأقل أضرار ممكنة. الكل الآن يتحدث عن اللقاحات وأهمية اللقاحات وما اللقاحات التي ستؤخذ في كل بلد،
وبالتأكيد الكل أيضا بما فيهم طبعا منظمة الصحة العالمية، الكل يتحدث عن أهمية الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. هذه المرحلة التي نمر بها هي مرحلة هامة جدا، لأن أصبحت هناك فيروسات متحورة كما نعلم جميعا. هذه الفيروسات أصبحت تنتشر في بلدان مختلفة، يعني ربما كل يوم نعرف أن هناك بلد قد أصيب بالفيروس المتحور الجديد أو السلالة الجديدة كما أطلق عليها. لكن الأهم من كل ذلك هو أننا نحاول دائما اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي أصبحت معروفة للكبير والصغير في كل دول العالم. كيف من الممكن أن نتقي شر الإصابة بهذا الفيروس اللعين الذي أصبح يعني بمثابة الكابوس بالنسبة للكثير من المواطنين في دول مختلفة؟ فعلينا أن نتخذ الإجراءات الاحترازية، وأيضا يعني ما زال الكل بالتأكيد ينظر إلى اللقاحات، ماذا ستفعل وأهمية هذه اللقاحات حتى يتم إيقاف هذا الوباء. عموما من الرياض المحلل السياسي منيف عماش الحربي، جزيل الشكر له، بعيدا عن أن الاتصال لم يكتمل، لكن بالتأكيد جزيل الشكر له